أنا بشوف إنه هاي الدنيا مليئة بالظالمين، وقبل ما يطلع صاحب العصر الزمان ما رح يكون أبداً في مساواة وبين الناس، وما رح يكون ولا رح يصير. الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف عنده الصبر، وعنده كمان العدل بين الناس، وعنده حب الآخرين، عنده الحب يحب الناس كلهم وما بيفرق بيناتهم، وهذا شيء يعني كتير حلو الله عطيه. الله هو بعته مش إني أنقذ المظلومين، ونحن كتير يعني ناطرينه بشغف. أول ما شوف الإمام المهدي رح أركض عليه وأهبطه وصير حطه يعني أقله عن هالأشياء اللي عم صار. أنا بنصر الإمام المهدي إنه رح عاهده إنه رح كمل علمي ودراسته، وحارب الظالمين بشهادة المدرسية والجامعية والثانوية، وما رح خليهم أبداً يزيدوا الظلم بهالدنيا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. مولاي يا مهدي يا أيها العزيز، أقبل إلينا، إن لنا فيك أملاً كبيراً ورجاءً عظيماً. أما حان الظهور فالعجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، كل عام وأنتم بخير. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.